هدير يعيد إلى الأسماع صوت الثائرين في مصر وليبيا وتونس وسوريا. من مدينة الحلة في محافظة بابل، هذه الهتافات تملأ فضاء العراق متوحدة في المطلب مع هتافات باقي المحافظات العراقية. احنا هنا طالعين صار لنا تقريبا 10 ايام او اكثر. هدفنا الوحيد اول شيء من طلعنا هنا كانت المطالب خدمات، اصلاح، فتشي، تعيينات، بس من طلعنا ووقفنا هنا صارت القضية ابد نهائيا مو تعيين وتغيير وما اعرف شنو، لا، صارت القضية قضية وطن، قضية اسقاط نظام. احنا النظام ما نريده، ما نريد تغيير، هم نفسهم حيرجعون، فاحنا ما نريد تغيير، احنا نريد اسقاط نظام. عشرات الآلاف من المتظاهرين ضموا مختلف فئات الشعب من عمال وطلاب وأكاديميين وفنانين وموسيقيين، يواصلون الشهر الثاني من ثورة تشرين. اللي دفعنا بعد اليأس، بعد اليأس تم الاتفاق على أن تخرج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة وحل الأحزاب الموجودة بهذه الحكومة وحل البرلمان ومجالس المحافظات ومجالس، لأنها حلقة زائدة. اليوم حكومتنا إيرانية، يعني هاي الشهادات تطيح ببغداد وبكربلة وبالحلة، طاحوا عندنا، ما حد محترمهم ولا أحد معترف بيهم، ليش هاي الدماء دا تروح هيك؟ ولا يختلف عراقيان على أن العملية السياسية منذ نشأتها بعد الغزو الأمريكي هي أساس كل مصائب العراق ولا بديل عن إسقاطها بكل رموزها. تحسين الخدمات، توظيف الجامعيين، القضاء على الفساد، استرداد الحرية، كل ذلك لن يكون في ظل بقاء ولو حزب واحد من أحزاب السلطة. هجرت نص البلد ونص البلد بكتوه، كافي اطلعوا، اذا مو قد الحكم طلعوا من عنده، خلوا غيركم يحكم. اولا تعيينات ماكو، ناس عطاله بطاله، يعني اكتفت بطلعتكم، يعني انتوا لو تطلعون من الحكم احسن افضل، كافي من الاعتصامات هذه وكافي، عيب، لا تعيينات، لا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو بالبلد، لا نظافه، انتم مثل ما يقولون ما مثلتوا اي مواطن هنا بالبلد. هذه الجموع الغاضبه تؤكد أن ثورة تشرين مستمرة حتى يستعيد العراقي حقه في الحياة على أرضه حرا كريما.